مرحبا. وبيك عشقتي. ترجي بتزهينا كما يقولوها. بتبيع مكاش خديمه الدوله مصلي على النبي، معز من جمعيه في الافريق ونورتنا مصلي على النبي. بعد الاهلي هي اعز جمعيه، لكن كريزلتا الاهلي وتبع الترجي. ولا شغلك؟ احنا شنو عملنا؟ نحن عملنا الي روتور، ربحنا ماتشيونا اللي حشنا بيه. ما صحيح مش سهل، فهمتني؟ وقلت رب اللي تخوف من الاهلي للزمالك حتى اكيد متخوف. سبيرونس كتابت مصلي عندي بتحب على الماتش نتاعها، فهمتني؟ وقت قال لها متشوه وربي يسترنا وربي يحفظنا. في الرياضه في تونس بنحكي كره القدم، الترجي الرياضي التونسي اللي هي السبب فرحة، بس نحكيه بصفة عامة من غير تعصب، سبب فرحة وتشريف الرياضة التونسية. بتبيع كاش عز كيف في تونس هي، بصراحة من غير غش للكلوب ولا للطوال كل احتراماتي معناتها للجامعات الاخرين، فهمتني؟ اما الاسبورنس معناتها هي تضربوا تونس من بعد المكشخ، فهمتني؟ هي اللي منورتنا في الفريق، هي في اي بلاصة ومصلي معناتها في العالم الاسبورنس، فهمتني؟ نحكيو كاس العالم تو، ترجي في كاس العالم امريكا 2025. مش اي مش ديما الفرصه كيف ما هذه، وخاصه هي نسخه اولى بشكل بطوله، معناها بطوله كبيره، معناها بطوله مكبره. اعطينا ساعه نسلكوها قلت ربي. انا نرجع ربيت الابطال، نحكيو كاس العالم تواجد اهميه، اكيد مهم تواجد في كاس عالم في قيمه بطوله كيف هذيك، كما قالوا برشلونه مش موجوده والترجي موجود. ايش المشكل؟ مش في الاسامي، حتى الاسبورت تصلي على النبي، عندنا جمعيه قادره، فهمتني؟ عندنا بين جواريت تصلي على النبي. صحاح عندنا ضد ممر تبارك الله جاي مصلي على النبي عليه، نورها الاسبرونس وقد حتى ماتش ما عنده خساره، فهمتني؟ وان شاء الله من حسن الى احسن. يعني شنو الاسبرونس؟ هي تشرف تونس كامل، ما نكذبش عليك. برجولي بصراحه نحكي لوجيك، هي عزه كيف في الافريق، فهمتني؟ وان شاء الله ربي يسرنا. هذه كور الريال تاعت البرشا تاعت مع شروما تاعت مع شكون تاعت، خلي الاسبرونس لفا وصلنا نحن. وان شاء الله ربي يسهل معناتها بالخطوه لخطوه، قلت ربي نوصل نلعب مع الريال ونوصل نلعب مع شكون، فهمتني؟ وان شاء الله جاتنا فرص لعبنا مع فرق كبيره قبل. نحكيو اليوم ربيت الابطال، فما بعض الحاجات تغيرت في الترجي التونسي مع قدوم المدرب الجديد كردوز. والله شو نقول لك؟ تكتيكيا تكتيك وكل ممرن معناها واش عنده باجاج في مخه معناها بالنسبه للفكسيف نتاعو جواريات، فهمتني؟ وهذيك هي الحذره مشات معاه، هذه مصلي على النبي برك الله. وكما قبل معن الشعباني مشيت معاه، خالد بن يحيى زاد صلي على النبي، وعطى ولاد الجمعيه ما مشيت معاهم، هذه تبارك الله كل شيء يخدمها معناتها الاسبرونس، فهمت التكتيك معناها نتاع السيم اوروبيا، فهمت شو بيه؟ والبارح الماتش اللي عملوا النورمال عمل له بلوك سكر سانكتر وادي سكر كما قبل سكر حظبة وجول، لا هذا تكتيك وحتى شوي كونتر اتاك وتكتيك اي فوالا تكتيك عمل خمسه تروا ودي، فهمتني؟ وحاجه بلقى احب نشكر زاد الجارديان الله وحد عليه وربي يستروا الكل من لعبوا البارح الجوارات. هو عندي ولد خالي يكور فيها محمد بن علي تايزن، ولد خالي هذا محمد علي اي من الله وحد عليه تايزن زياده الكلها كورت، فهمتني؟ ان شاء الله ربي يسترنا وان شاء الله نكملوا الاهلي هنا نربحوها، فهمتني؟ الو روتور، فهمتني؟ وقلت ربي ماشيين لامريكا ومش العالم الكل. قبل خش نقول لك حاجه، خطه انك تلعب الدفاع مش بالسهل انك تلعب بالطريقه هذيك، خاصه انك لازمك تسجل. ترجي في ماتش سان داونز صبرت، عملت تكتيك نتاع ديفونس اللي احنا حتى في المنتخب التونسي بارفوا تميزنا انك لعبنا بريسك قريب من نفس الخطه تقريبا. انك تلعب بالديفونس مش بالسهل، لازم يكون عندك خط دفاع كبير ووسط ميدان متميز. بالطبيعه ما عندكش ديفونس صحيح التالي، باش تقبل بالطبيعه، فهمتني؟ عندك ديفونس صحيح البر تعمل عليه، فهمتني؟ عندك عندك الوسط، فهمتني؟ مش يعني بك كما الشعلين نتاعنا لا واحد عليه، فهمتني؟ عندك لاتاك زاد به الشونجمون اللي عامله مصلي عني به به البارح في بلاصته، فهمتني؟ بس يعني به الوقت وانا زيرو وربي يسترنا. فايلين ما شاء الله عليه، صحيح في الفترات في الاشهر الاخرانيه ما يلعبش 90 دقيقه كامله، اما قاعد عنده لمسات متميزه. والله الفنان فنان الشعلاني ما تحكيش عليه، من عز ولف الاسبرانس، فهمتني؟ صحيح كان مضروب 6 شهور بريكزوم معناها مرتاح بالطبيعة، أقل ضربة إيش عمل له هنا هو؟ هكا تستيه مع تبارك الله المحبين تاع الإسبرانس منا منا من معناتها كان مضروب السيد، فهمتني؟ وبعد إيش عمل له هو لهنا؟ هبط خويا تستيه فيه هكا بريمير ميتون يلعبوا له الزميتون مش مشكل، لفا عنده خبرة جوار من عز جوار في الإسبرانس، شعلاني كذب عليك. في ازمات في برشا قطاعات في تونس، فرحه ولينا مفتقدين هالفرحه. صحيحه هي منافسه ما بين الانديه التونسيه، ولكن اون فان تكون تقعد ترجي فريق تونسي وشرف كره القدم التونسيه، مستحقين فرحه كيف ما هك. والله شو نقول لك، الفرحه في تونس هنا نحكي على الكوره
خلف الاسبيرونس معنا حتى كي بخرى صحيحه برجوليه في تونس بس مصلي على النبي هذه حتى حد ما يربح هذه اللي كيف هذه نربح انا مصلي على النبي ما نكبرش في قيمتها برشا سان داونز في العام هذايا حسب الارقام هي اقوى حتى من الاهلي المصري لكن الترجي زاد الترجي عندها اسم وعندها ومتعوده والخبره تلعب دورها الترجي في فترات كنا نستحقوا رابطه الابطال ما هزتهاش ترجي توقعاتك الفينال كيفاش؟ والله اللي حط في قلبه يحب يربح تربط معناتها الجمعيه كما نقول معناتها جواريات يد واحده فهمتني عازمه واحده محاولوا ياخذ تربي لاباس بحول الله بحول الله وان شاء الله ربي يحفظها الاسبيرونس وربي يسترها الاسبيرونس من عز الكيبات بصراحه. قبل يقولوا الترجي مثلا يتقال برشا مرات الترجي ما تنجحش بالمدرب الاجنبي. عليها مشيت معاه مصلي على النبي حتى موسم عندنا خساره الكل في الربح والتكتيك اللي عنده حتى حد ما يريدش كيفه وين السيم اوروبيان يعيش يلعب الممرن فهمتني ان شاء الله ربي يحفظ وربي يحفظ المكشخه كلها الجواريات وان شاء الله من حسن الى احسن وان شاء الله عزيمه قويه وان شاء الله قلت ربي هنا الاهلي نعطوه اقل شيء ثلاثه اربعه مرتاح بحول الله في الروتون نقعد مرتاحين فهمتني وان شاء الله شنو السر انه بطولتنا وبمشاكلها والبطوله نتاعنا وبالمستوى نتاعها ديما بصفة مستمرة أنا مانيش نتبلى على حد لكن نقولوا في حقائق ترجي ديما متواجدة فيها دور متقدمة من رابطة الأبطال. والله يسمعني يا أختي هنا بالنسبة في البطولة نتاع تونس ما عادش عندنا بطولة مسط. بطولة في تونس ما عادش عندنا. برجولية ما عادش عندنا تشوف حتى في الجمهور تكلى بعضها ما عادش تولي عبارة عداوة في بعضها فهمتني؟ تو احنا نبيع السبونسر كي يربح لبرا كل حبتها السبونسر تربح كلها كارين. تنبير. تنبيه مش بيه هكاك عليك اسبرانس شنول عبره نور تونس كامله صح انت كليبيس ولا ستاديست ولا التواليست ولا صفيقس كلها كنا توانسه فهمتني فما برشا عباد مغضيه البارح كيفاش معناها مكاش خير يفهم ونربحوا قلت ربي ديما لاباس ونوصلوا بحول الله للفينال المشكل في انه تيراناتنا باش نقدموا مستوى كبير وباش الخطة التكتيكية تنجم براتيكمون تنفذها على الميدان لازم أرضية ميدان سمحة لازم ميدان ملاعب باهية وإحنا منعانيو في الملاعب في تونس. لا اسمعني مش معلش نعانيو في عندنا مصلي في كل أراضي سمريك مصلي على النبي بصراحة المنزل قلت ربي إن شاء الله ربي سهل فهمت التعاود إي نعرف نحكي لك ملعب واحد فهمتني هذيك بلادنا نحن هذيك إيش عندنا باش نعمل. فهمتني ان شاء الله زاد تصلح راس خط ربي بالكدا بحول الله فهمتني يقول زاد من عز التيرانيات ما قبلش كيفاش كنا عندنا نحن عندنا زويت وعندنا راس هكا ولا لا اي كيف تشتغل في المنطقه معناها تجي توا عندنا في الكلام تاع راس مصلي على النبي عليه وان شاء الله قلت ربي ان شاء الله الاسبرونس والمدد ببرجوليه تحرك عملنا تيرا تعرفوهم برشا برجوليه على مليار عند الاسبرونس نجم درجه تعمل ملعب خاص؟ نجم مالا شنو قلت فلوس خذ فلوس من على الجمعيات شكرا لك وربي يسرها وربي يحفظ التراجي وبنحب نسلم على ولد خالي بن علي تايزن عليه ستة وسيس روح التراجي تايزن من الضرب عشوائي عليه بارك